الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال لا يمكن أن نحكيه على صندوق الدعم طالما المواد الأساسية كما السكر والحليب قاعدة تزيد بالمرتين. وزاد قال اللي الدولة تتحيل على الشعب متاعها حسب أقواله، وزاد ما لزمش نحلوا المشاكل متاع الشعب في المنابر الإعلامية وما هوش برفع الشعارات. شنو رأيك في كلامه؟ والله كلامه معقول برشا بصراحة، وحسب ما نشوف أنا خطرش بالرسمي المواد الأساسية قاعدة تزيد فوا دو فوا تروا. المواطن مسكين ما عادش يجم الشهار، ما عادش يجم تخلط ما تلحق كما يقولوا فيها، والدولة قاعدة تحيل. فما كما يقولوا الجروسيستية اللي ما هذوكم هما زادة لازمهم يتحاسبوا يتبعوا قانونيا. كلام صحيح ولكن تاع نفاق، وخاصة الاتحاد وزعيم الاتحاد، مش الزعيم الأصلي، الزعيم الأصلي يرحمهم إن شاء الله. أما هذوما أولا ما عندهم حق يدخلوا لا في السياسة ولا في الاقتصاد، عندهم الحق كان العمال يدافعوا على العمال فقط، والآخر الكل هما المنافقين الكبار. هذه عداوتي صارت معاهم من تصريحاتهم ومنهم من منابرهم الإعلامية، ما هما أصلا هو الكلام اللي يقول فيه ضدهم هما. تيهم أكبر تي نفاق، الكلام الكل نفاق. أكثر ناس في المنابر الإعلامية هم الاتحاد وما تبعهم. كيفاش تقول لي الكلام الكل هو صحيح؟ ما نحبش الناقض روحي أنا تو. الكلام صحيح، أما موش هو اللي يقوله، خطر هو اللي يفعل فيه. بالنسبة للدعم أنا هو الدعم اللي يحكي عليه، المواد الأساسية ما ثماش في تونس. طيب كما الزيت بابور كامل محطوط في صفاقس هكا يستناه في رجال الأعمال حتى تعطينا لذن، اللوبيات الموجودين في تونس وهم مادام ما قضاوش على اللوبيات اللي في تونس متحكمة في الاقتصاد التونسي، هذايا ما ثماش لا دعم ولا فما حتى شيء، ما عندناش دعم في نحن ونشوفوا فيه الدعم. شوف المواطن يعاني تو، لا خالتين على حد شيء، تدبوز زيت هكا زيت نباتي ولا قداش ب 18000 ولا وصلت حتى 23000، خي زوالي عنده 23000 يشري بيه زيت تو بربي، هذا كلام. ولا السكر يحطه في سكارة بلاستيكي بيحولي ب 15% هو مدعم، ما تجيش. يعني انت اليوم كمواطن تونسي ترى اللي المواد الاساسيه ماهيش قاعده توصل مستحقيها معناه؟ بالطبيعه اذا الرستورانات تخدم بالدعم والوتله تخدم بالمواد الغذائيه المدعمه من الحاكم، هذايا وين توصل للمواطن التونسي؟ ما توصلش. هذايا الموجود تو في تونس تو، شوفوا في الوتله ونشوفوا في الرستورانات ونشوفوا الدنيا الكل تخدم بالمواد المدعمه اللي هي يلزمها تمشي للمواطن، هذيك ما تمشيش لرجال الاعمال، ما تمشيش لعام الريستورون ولا عام الوتيل. كما قلت انت المواد المدعمه مش قاعده توصل للمواطن وقاعده تمشي رجال الاعمال، وين الخلل؟ الخلل ما ثماش منظومه في تونس، منظومه اقتصاد كلها مخلوله، تشوف فيها اقتصاد بارك ما ثم حتى شيء، الناس تتفرج فينا قاعدين نوخروا، توخرنا بريسك في العشر سنين هذوما سيرتو العامين الاخرانيين، هذا وخرنا يمكن بحكايه 200% راه في الاقتصاد. تدور تشوف العباد عامله سولد وعامله دنيا ما ثم شيء. أنا نتكلم في جراني تاجر، ما فما شيء، ما عندنا حتى شيء في تونس. التونسي توا يجعلوش ياكل ويشرب كهو، لا تشوف حتى في اللبسة في تونس ولا غيره، ما ذميش، ما عنده وين باش يحط فلوس، ما ذميش، ما عندهمش فلوس العباد. بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل لازم يركز على يبعد على هالتجاذبات السياسية، ويلزم يركز على الطبقة الشاغلة، يبعد على السياسة، يبعد على الخطر. تحب ولا تكره الاتحاد العام التونسي للشغل تو شد منهج آخر، المنهج اللي شده الحقيقة مش في المسلم بنحبيه، الله غالب ما الاتحاد العام التونسي للشغل نحن منا وليك، أما الله غالب فما أمور ما نحبوش تحكوا فيها برشا الاتحاد، خاطر يوجعني قلبي أنك تحكي لي على الاتحاد العام التونسي للشغل، أقسم بالله علاش؟ قلبي موجوع، ما نجمش نقول لك علاش، والله الأمانة عندي نعرف شنو نعرف في الداخل شنو فما، نعرف الاتحاد اللي عم تنسي الشغل للداخل في المركزية النقابية ولا حتى في ما عادش اتحاد الحقيقة، مشى الاتحاد الله يرحم. هات نحكيو على المواد المدعمة اللي حكى عليهم، كما في المواد الأساسية بالذات اليوم فما المواطن يتشكى يقول لك المواد الأساسية سومها قاعد يطلع، علاش زعما؟ والله بالنسبة للمواد الأساسية اللي السوم اللي قاعد يطلع، تحب ولا تكره، أول حاجة الإنتاج ما فماش، إحنا الإنتاج ما فماش كومبلي واقف هكريت، معناها الدنيا داخلة بعضها، الشباب الثائر بالنسبة لي أنا
كلمة على الشباب الثائر هي بالنسبة لي أنا، يلزموا الشباب يلزم يفك المكان نتاعو ويلزم يهبط ويلزم يعيط، أما بدون تكسير وبدون تهشيم، ولا يلزم من حقه خاطر تحب البطالة كثرت برشا. أكريت تقريبا قداش موطن شغل خسرنا دانيال مو، فما أكثر 200 ألف موطن شغل في تونس تخسرت. ايش تحب نزيدك اكثر معك؟ المواد المدعمه قاعده توصل للمواطن اللي هي رصدت له الدوله؟ لا، بالنسبه للمواد المدعمه ماهيش قاعده توصل كومبليتمون. ماذا تمشي للزيت، الزيت اللي نسميه نحن زيت الحكم اللي هو ب 900 فرنك برا، مش كل يمشي للريستورونات، يمشي للصحه زاد ما السكر تولى يجي هو بيد اومبالي وبرا زيت في يعمل لكم بلاجي وما يصحش شيء ب 800 900 فرنك الله يقدر كيلو تو 1500 معناها المواطن مسكين يتضمر برشا ويويله تو ما عادش لا شهر لا مليون لا زوز ما عادش يكفيه المليون وزوز ما عادش نحكيو على 500 و600 و700 تحت الارض هذوك، وحتى المليون المليون ونص ياخذ مليون مليون ونص تحت الارض زاده ما عادش تو، فما طبقه غنيه وطبقه فقيره، الطبقه الوسطى تمحات ما عادش. حتى حد ما ينجم ينكر الدور اللي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل، يا اما بصراحه في تاجيج الاوضاع ولا في تهدئه الاوضاع، هذا واحد. السيد نور الدين الطبوبي دعا انه يعملوا جلسه بحضره هو ولا ثلاثة رؤساء هكا ولا فهمت تشوفيهم انت وين ثلاثة رؤساء تيهم ياكلين بعضهم تيها واحد يقول لك هذاك الوزير راهو فاسد والاخر يقول لك لا صححوا والاخر يقول لك لا ها راهو رئيس الجمهورية عنده صلاحية معينة والاخر يقول لك انا حامي الدستور. نقول لك حاجة في تونس مش كان جات في المنابر الإعلامية انها تصلح الأوضاع واحد يفلهم مع زي في الفيسبوك تو في فيسبوك يطلعوا فيسبوك يهبط فيسبوك يقول هذا صحيح وذاك غلط هما وعلى حسب. شوف حكومة باش تعرف قداش وصل بها الخوف والجبنة شخصية معينة ينزلوا عليها فيسبوك دو تروا جور ينحيوه ناس طلعوا له الكوتا نتاعو هذاك راهو باهي يخليوه. الدولة نتاع شنو هي الدولة فيسبوكية ولا ما عرفتها؟ قبل كان يقول لك دولة الموز، دولة فيسبوك تو الفيسبوك هو اللي قرر هو هذاك باهي ولا هذاك خايب. باش تعرف وين وصلت به الوضعية. والاتحاد العام التونسي للشغل لو كان مش يقعد بالحدة هذيا يحب يصلح الأوضاع و و و و شنو والله العظيم والله العظيم ما تعاود يمكن ترجعك المأساة نتاع 78. بما انه هو حكى على المواد المدعمه، اليوم المواطن التونسي يقول لك صحيح موجوده المواد المدعمه ولكن قاعده توصل باسوام كبيره وساعات تفقد ما يلقاهاش. تعرف تصديقا لكلامك، ريت المواد المدعمه اللي يحكيوا عليها هما شكون قاعد ياخذ فيها؟ ياخذوا فيها رؤوس الاموال يبيعوا فيها للزوال. يعني نقول لك انا حاجه، الكيلو نتاع الموشن هو مكثري مول فرينه هكا ولا؟ باه شفتهم نفس الاسواق نتاعهم هما هذيك ياخذوها هما يربحوا فيها ومن بعد زعما هنا للمواطن الزوالي ما يصيرش اعطيه يعطيوه له بالسوم اللي هما يرضاو اللي هما يربحوا فيه. وين المواد المدعمه وين نشوفوا فيها؟ انت لو تمشي العطار تلقى زيت مستحيل، تمشي العطار تلقى فرينه لا، تعرفوا يتباعوا هذوما في الجرون سيرفاس ولا عند سيفلان وعند سيفلتين فما جروسيستيه. لو كان تشوف انت كاميونات نتاع الزيت اللي تقفلهم قدام الواحد تقعد به تقول جمعه هي خيري يقفلهم بالعشره 15 كاميونه معبيه بالدبز نتاع الزيت دخلوهم يفرغوهم في بتاتي نتاعهم ومن بعد يبيعوهم لجماعتهم هاي هذاك نتاعنا اعطيه هذاك لا هذاك لا قال فينا كلام مع والدوله وين في هذا الكل. بالله باش تسال يا اخي شرطه البلديه تعملت لواش هذيك المراقبه هكا ولا سواء انه نحكيو على المراقبه الصحيه ولا على غلاء الاسعار والفساد هكا ولا ما شفنا حتى دور. صدقني مالينا منها حتى دور. تعرف الدور نتاعها سوري تصويره تشوف هذاك اما وقت باش يلزموا انه يضغطوا على الناس. تي العباد ماتت بالشر يا رسول الله، تي العباد ماتت بالشر بالحق متنا بالشر ولا حياه لمن تجي. كلامه مش صحيح فهمتي تو باش يتحايل الدوله صحيح قاعده تتحايل هي على الشعب هي فهمتي. اما خويا تو ليت تو الاتحاد الشغل أنا حتى طبوبي كان باش يعمل حاجة ماهوش باش يعملها من عنده هو، معناها فما ناس قاعدة هي اللي تعطيه تسيطر عليه وقاعدة توجه فيه شنو باش يعمل. يا خويا الاتحاد ما يقضي حد شيء فهمتي، تو نحن أنا كنت نشوف حتى تمشي الاتحاد أنا بيدي
تمشي الاتحاد باش تحكي له على ظروفك باهي باهي فهمتي، وما ينفذوش فهمتي، يصرفوك. خويا باش نقول لك معناها هذا هو معناها الاتحاد ما يعمل حتى شيء فهمتي. لو نحكي على المواد المدعمة اللي هي بالأساس مرصودة للمواطن التونسي قاعدة توصل له؟ لا ماهيش قاعدة توصل له، ماهيش قاعدة توصل له جملة، ما أنا نقول لك ماهيش قاعدة توصل له فهمتي. كلموا فيه في البلاتويات كلها في التلفزة كلها حكاية تبير غدك، ماهيش قاعدة توصل حتى شيء فهمتي. الشعب مسكين كتشوف ما لقى حتى حل، معناه ظروفه تعبة على الأخر. شوف شهريات تلقى واحد شهريته معناها 400-500 وزيد مع الزيادات ومع الأسعار، ما مسكين ما عاش خالت فهمتني، ما عاش خالت. فما ناس مساكن الحوت والحمم، الحم العلوش يعرفهم العيد العيد، الحوت ما يعرفوش فهمتني. ولا عندي أنا واحد صاحبي قال لي الحوت ناخذه مرة في الشهر وتلقاني حدا كي باش يبدا يشري بالكعبة حسب العائلة، وزني 5 كعبات وزني ما انا فهمت. يزم شوف هي الحكومه مش ما عندهاش دخل في الاسعار، فما ناس قاعده تتصرف فيها الاسعار. تو برشا ناس مش مفهمين، في بالها هي في بالها هو وزير الاول ولا الرئيس نقص لنا في الاسعار ومن خطيره. فما ناس هي اللي لاهيه بالاسعار وما نجموش يكلموهم. ان شاء الله ربي يهديهم، واحد يقول لهم ينزلوا لك الزواوله شوي. هو يشوف روحه متعشي حوت والحم، يحاول باش نهار يحاول مش نهار يعيش ليلة كالزوالي كي شنية فطر وشنية عشي. إن شاء الله خاطر نحن تونس كل شيء موجود فيه، نصلي على النبي.